هل يكون من أهل الإعراف منافقون أو مبتدعة؟ يا أخي لا تسألني عن شيء ما أعرفه، ما أدري عن الأعراف، ما أدري عن أهل الأعراف. ذكرهم الله في قوله على الأعراف رجال، والأعراف قالوا إنه جبل بين الجنة والنار، يكون عليه أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، والله جل وعلا يقول لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون في دخولها، في دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.